استئناف عمل مبادرة يلا صيانة بجميع الإدارات التعليمية بالغربية. وفي إطار استعداد محافظة الغربية للعام الدراسي الجديد، عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اجتماعاً وجه فيه بضرورة استئناف مبادرة يلا صيانة، والتي تم إطلاقها العام الماضي لصيانة وإصلاح ودهان الأثاث المدرسي. كما وجه الإدارات التعليمية بالبدء فوراً في حصر الأثاث وتجهيزه وتوفير الخامات اللازمة بالمدارس وإشراف التعليم الفني على تنفيذ المبادرة التي ستتم فعالياتها بجميع مدارس التعليم العام والفني.